الفرقة القائلة بولاية الفقيه، الفرقة القائلة بولاية الفقيه، بل يفتخرون دائما بأن صاحب الجواهر قائل بولاية الفقيه، وهم ينقلون نصف قوله، نصف الجملة ينقلونها ونصف الآخر يتركونها لكي يدلسوا على العوام ويقولوا بل إن صاحب الجواهر وهو من أكبر الفقهاء وقائل بولاية الفقيه، بل فحينئذ يجب ولاية الفقيه. فانظروا قول أنا قلت لكم إن صاحب الجواهر بل لا يقول بولاية الفقيه بأن الفقيه يكون واليا، بمعنى أن يكون أميرا، يكون الإمارة والدولة والخلافة بيده، وأن له جميع مناصب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقول ذلك، بل إن كلامه صريح بأن أمر الدولة هذا للإمام عليه الصلاة والسلام. انظروا هذا كتاب جواهر الكلام الجزء 21، تبعد رحيات التراث العربي. بل فمن الغريب، صفحة 227، فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ولاية الفقيه، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا، ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمرا، ولا تأمل المراد من قولهم إني جعلته عليكم حاكما وقاضيا وحجة وخليفة ونحو ذلك مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة للشيعة في كثير من الأمور الراجعة إليهم. فهذا بل إن للفقيه أن يكون قائد الشيعة وأن يكون رئيس الشيعة، وبل نظم كثير من الأمور الشيعة يكون بيد الفقيه. فيقول إن من لا يفهم ذلك فهو ماذا؟ لم يطعم من الفقه شيئا، ولم يفهم كلام الفقهاء. غريب وسوسة بعض الناس. فهذه الفقرات بل إن القائلين بولاية الفقيه فقد ينقلون هذا لا ينقلون ما بعدها. انظروا ماذا يقول بعد ذلك صاحب الجواهر. ولهذا جزم فيما سمعته من المراسم بتفويضهم عليهم السلام لهم في ذلك. نعم لم يأذنوا، لا يقرؤون هذا، نعم لم يأذنوا لهم في زمن الغيبة ببعض الأمور التي يعلمون، هذا خطأ، يعملون ليس صحيح، يعلمون، التي يعلمون عدم حاجتهم إليها، كجهاد الدعوة المحتاج إلى سلطان وجيوش وأمراء ونحو ذلك، مما يعلمون قصور اليد فيها عن ذلك ونحوه، وإلا لظهرت دولة الحق كما أولى إليه الصادق عليه السلام بقوله لو أن لي عدد هذه الشويهات وكانت 40 لخرجت. وبالجملة فالمسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى أدلة. إن الفرقة القائلة بولاية الفقيه، أعزتنا المشاهدين، هؤلاء شغلهم الكذب على الناس وتحريف كلام الفقهاء وتحريف الأحاديث والآيات. يقولون صاحب الجواهر يقول بولاية الفقيه، وقال من لم يقول بولاية الفقيه لم يطعم لم يذق طعم الفقه. يا أخي اقرأ ما بعدها أيضا. ولا يعني جميع الأمور التي أنتم تعنونها وتقصدونها. قال نعم لم يأذنوا لهم في زمن الغيبة ببعض الأمور التي يعلمون الأئمة عليهم السلام، يعلمون عدم حاجة الشيعة إلى ذلك الأمور، كجهاد الدعوة المحتاج إلى سلطان وجيوش وأمراء ونحو ذلك، مما يعلمون قصور اليد فيها عن ذلك ونحوه، وإلا إن الشيعة إذا تمكنوا من تشكيل الدولة لظهرت دولة الحق كما أومأ أشار إليه الصادق عليه السلام بقوله لو أن لي عدد هذه الشويهات وكانت 40 لخرجت. وهو كلامنا، أنا قلت لكم كرارا ومرارا إن الشيعة الصالحين في أصل الغيبة أبدا لا يقدرون على تشكيل الدولة. الشيعة الفسقة نعم، ولكن لا يعبى بهم. الشيعة الصالحون أهل التقوى لا يقدرون على تشكيل الدولة، لأنهم إذا قدروا على تشكيل الدولة لظهرت الإمام عليه الصلاة والسلام. وهذا صريح كلام الشيخ صاحب الجواهر بأن كثير من الأمور مثل السلطان وأمور الجيش وأمور الدولة إن الإمام عليه السلام لم يحول إلى الفقهاء. فولاية الفقيه التي هو يتكلم عنه صاحب الجواهر هو ولاية الفقيه مثلا في رفع المنازعات بين الناس، ولاية الفقيه في الموقوفات التي لا
متولي لها في أمور مثلا المجانين، في أمور الغياب، في أمور اليتامى، بل نظم أمور الشيعة يكون بيد علمائهم. هذا أين هذا وأين الكلام عن تشكيل الدولة؟ أعزتنا كلام آخر أريكم من كلام صاحب الجواهر رضوان الله عليه، صريح بأن صاحب الجواهر ليس قائل بتشكيل الدولة. انظروا، هذا كتاب جواهر الكلام، وإنكم تعرفون أعزتنا المشاهدين إن صاحب الجواهر من أعظم بلي وأشهر الفقهاء الشيعي بلي، وأنا عندي إن صاحب الحدائق طريقه أفضل منه وطريقه أصح منه، وإن الحدائق أكثر فائدة بكثير من الجواهر، ولكن هو أيضا رجل فاضل جدا صاحب الجواهر. جواهر الكلام هذا المجلد 21 تبع دار إحياء التراث العربي، كتاب الجهاد، كتاب الجهاد. في هذا كتاب الجهاد انظروا إخوتنا الأعزاء صفحة 28 الركن الثاني في بيان من يجب جهاده وكيفية الجهاد. بل يقول نعم، وكيف كان فلا إشكال في أصل الحكم بعد الأمر به والحث الأكيد عليه كتابا وسنة. يقول بالب لا إشكال ولا شك في أصل الجهاد في الإسلام بعد أن الله أمر به في القرآن، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام أمروا به، بل هو إن لم يكن من الضروريات فلا ريب من كونه من قطعيات جهاد، وأن الجهاد مشروع، بل إن لم يكن من الضروريات فقط عن إنه من القطعيات. نعم قد يمنع الوجوب، نعم ربما الجهاد ربما لا يكون واجبا، بل قد يقال بماذا؟ بالحرمة، بل قد يقال هذا أيضا صاحب جواهر أيضا كان سيائي، كان أيضا اليا نعوذ بالله نستجير بالله أيها الفرقة التابعة لولاية الفسقة، بل صاحب جواهر أيضا سيائي. نعم قد يقال بالحرمة أن الجهاد حرام لو أراد الكفار ملك بعض بلدان الإسلام، لو أراد الكفار أن يملكوا مثلا بعض بلد الإسلام، كافر أتى وأريد أقول أنا أريد أفغانستان لنفسي، أنا أريد باكستان، أو أنا أريد مثلا بحرين أو يمن للكفر للكفار، لو أراد الكفار ملك بعض بلدان الإسلام أو جميعها أو جميع بلدان الإسلام، كفار أرادوا ملك يعني سلطنة جميع بلدان الإسلام في هذه الأزمنة من حيث السلطنة، من حيث ماذا؟ من حيث الدولة، قالوا نريد أن يكون الدولة في مصر الجزائر كلها بيد من؟ بيد الكفار، مع إبقاء المسلمين على إقامة شعار الإسلام وعدم تعرضهم في أحكامهم بوجه من الوجوه، مع إبقاء المسلمين، مسلمين يبقون على شعار الإسلام ودينهم كيف يعبدون ربهم، أحرار يصلون شعائر كلها، حاج صوم زكاة كلها جائز، فقط الحكومات الكفار فقط أرادوا الحكومة. يقال بالحرمة للجهاد، لماذا؟ ضرورة عدم جواز التغرير بالنفس من دون إذن شرعي، لماذا تقاتله؟ بل هذا قائل بولاية الفقيه يا أيها الناس، ويقول إنه إذا جاء كافر وملك جميع بلدان الإسلام إذا لم يتعرض بدين المسلمين فلا يجوز حرام جهاده، لماذا؟ ضرورة عدم جواز التغرير بالنفس من دون إذن شرعي، بل الظاهر اندراجه في النواهي عن القتال في زمن الغيبة مع الكفار، بل الظاهر اندراجه في النواهي عن القتال في زمن الغيبة مع الكفار في غير ما استثنية، إذ هو في الحقيقة إعانة لدولة الباطل على مثلها. صاحب الجواهر قطعا ليس قائلا بالتشكيل الدولة، صاحب الجواهر هو مذهبه ومذهب جمهور علماء الشيعة. أعزتنا المشاهدين نخلص الكلام عن
إقامة الحدود وآيات الحدود. خلاصة الكلام، إن الفرقة القائلة بولاية الفقيه وشغلهم الكذب، إن العمرية ظهروا بلباس الشيعة ولكن فكرهم ومرامهم كله فكر عمري ليس شيعي فقط لباس شيعي، يقولون غير المعصوم له جميع مناصب المعصوم عليه السلام. سبحان الله، غير المعصوم كيف؟ من لا يكون علمه علم المعصوم، ليس له عصمة المعصوم، ليس له فضائل المعصوم، كيف يكون له جميع مناصب المعصوم ويجب طاعته كطاعة المعصوم عليه السلام، وله حق التصرف في الأموال والأنفس وتشكيل الدولة كالمعصوم عليه السلام. من أدلتهم وإجراء الحدود، يقولون ماذا؟ إجراء الحدود أمر إجماعي بين الشيعة، إن بل الفقهاء مفوضون بإجراء الحدود، هذا أمر إجماعي. قد بينا لكم ليس الأمر إجماعي، اختلافي وكبار من فقهاء الشيعة منعوا من إقامة الحدود في عصر الغيبة، ليس الأمر إجماعي، وقالوا إن أحكام يعطل فليعطل، يعطل كل الدين معطلة، كل الدين معطلة منذ قتل الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وتبقى معطلة حتى يظهر مولانا بقية الله في العالمين سلام الله عليه. بل وإن الفرقة القائلة بولاية الفقيه يقول إن شيخ المفيد والسيد شيخ الطوسي سيد المرتضى سيد الأول سيد الثاني صاحب الجواهر كلهم قائلون بولاية الفقيه، وهذا ليست إلا كذبا وتدليسا منهم. ما ولاية الفقيه يعني الفقيه يكون متوليا لأمر الدولة ويشكل الدولة وله حق الطاعة كالمعصوم عليه السلام وله جميع مناصب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأين ذلك من كلام المفيد وكلام الشيخ الطوسي وكلام صاحب الجواهر؟ هم يقولون للفقيه إجراء الحدود في عصر الغيبة إذا أمنوا من ضرر السلطان، فهذا ليس معناه، هذا ليس معناه هو يشكل الدولة، هذا ليس معناه لو جميع مناصب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أجنبي عن ذلك وشتان ما بين المطلبين. بل أرض السماء والأرض، أعزتنا المشاهد، قد فرغنا عن بحث إقامة الحدود وآيات الحدود في باب ولاية الفقيه، فالحمد لله رب العالمين، اغتنموا هذا، لا تجدون مثل هذا البحث في أي مكان في العالم. أنا أشكركم والآن أجيب على اتصالاتكم وبالأخص الفرقة المخالفة لنا، إذا أرادوا نقضنا وإبرامنا والنقد علينا فأنا في خدمتهم، وإن كان رأسي يوجعني بسبب كثرة الكلام. سلام.